النهارده هنعمل صوص الكراميل. المكونات عباره عن كوبايه سكر وكوبايه لبن دافي ومعلقه رشه زبده، وهنا خليط متكون من معلقه نشا مع معلقتين لبن، وعندنا هنحط رشتنا. اول حاجه دي كوبايه السكر نحطها في حله على نار، السكر هوزعه في الحله عشان هستنى مش هيجي جنبه، وهسيبه من 3 ل 5 دقايق ولا حاجه لحد ما احس ان هو عمل طبقه كده من تحت بقت كرمه شويه، هو بدا يديني طبقه كده. ودوب هفضل بقى اقلب عشان اساعد ان كل السكر يبقى كرمل شويه. هفضل اقلب زي ما انتم شايفين كده، هو بدا كل السكر اللي معايا يسيح ويتحول يبقى كرمل. بعد كده اول ما يغمق المقام ده هنزل بالمعلقه ونص زبده وافضل اقلب. الوصفه دي محتاجه تقليب كتير جدا 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 ومحدش يزهق، يعني هي هتفضل لازم نفضل نقلب كتير، في حاجات هتكلكع بس لازم نقلب. انا قلبت اهو لحد ما الزيت ساحت، هزود بقى ايه كوباية اللبن. بصوا ده طبيعي، الشكل ده طبيعي وبيطول شوية عشان كده لازم نعمله في حلة كبيرة ونقلب النار عليه شوية ونفضل نقلب. هنلاقي فيه كلكعة بتحصل كتير، ده طبيعي جدا. انا قعدت اقلب كتير طبعا، بعد ما السكر